اعتداء عذراء الجنابي على رجال الشرطة بالضرب وتصريحات أخو ولاء لتبرير موقف أخوه وإصرار السيد ولاء على الدفاع عن عذراء، دي عناوين اللي اتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتوا بخصوص قضية قتل الطفل موسى ولاء على يد زوجة أبوه. فركزوا معايا كويس قوي عشان احنا النهاردة هنسمع بالفيديو تصريحات خطيرة جدا وهنشرح تفاصيل القضية. أنا أخوكم أحمد الحكيم وبتشرف بمتابعتكم لقناتي قناة حكيم مصر، وأشوفكم بعد الفاصل. أهلا بيكم. خلال التحقيقات اللي رجال المباحث أجروها مع عذراء الجنابي، اعترفت عذراء عن بعض المعلومات والتفاصيل المهمة قوي في القضية، وقالت إن سبب اختيارها لموسى هو إن موسى كان طفل عنيد جدا، مش بيحب حد يتحكم فيه ولا كان بيحب عذراء أصلا، لأنها كانت بتشتمه هو وأخوه ياما، ولما كانت بتحب تهدد الأطفال دول وتخوفهم كانت بتقول لهم إنها هتقتل أمهم وتعذبها، لأنها هي سبب الخلافات ما بين والدهم وبينها. وطبعا الولاد دول كانوا صغيرين ومش قادرين يعرفوا انها انسانة حقيرة وما بتقدرش غير على الاضعف منها، فبتعصب موسى عليها ويدافع عن امه بشكل كبير جدا، وده السبب الحقيقي اللي شجع عذراء انها تختاره عشان تطلع فيه مرضها النفسي والعقلي. والحكاية بتبدأ لما ام موسى الحقيقية طلبت تشوف اولادها، رفض السيد ولاء طلبها، ولما رجع من شغله حكى لعذراء عن طلب ام موسى، وبدأ يقول لها انه ممكن يخلي زوجته السابقة تيجي تشوف الولاد في البيت عنده. فرفضت عذراء الفكرة بشكل نهائي، وبدأت انها تحرض ولاء ضد زوجته السابقة. وتاني يوم استغلت عذراء غياب جوزها في الشغل وبدأت تطلب من الاطفال ترتيب البيت، ولما رفضوا قررت انها تضرب موسى ضرب مبرح، لدرجة ان مناخير الولاد نزفت. ومش بس كده، ده هددت الولد انه لو قال انها ضربته هتعاقبه عقاب بشع، وزي ما قلت لكم قبل كده ان موسى كان عنيد جدا ومش بيقبل ان يحس بالاهانه من اي حد. فاستنى ابوه لما رجع من الشغل وقال له ان عذراء ضربته، ولكن ولاء كان شخص سلبي جدا وما عملش اي حاجه تحمي ابنه من بطش عذراء. اثناء استجواب الطفل اخو موسى قال انه كان بينفذ كل اوامر عذراء لانه شاف انواع كتيره جدا من الضرب والاهانه على ايد عذراء، وكمان ابوه الاستاذ ولاء فاضطر يستسلم للامر الواقع علشان ما يخليش عذراء تعاقبه اكتر من كده. ولكن موسى كان عنده عزه نفس، فكان بيحاول انه يدافع عن اخوه وعن نفسه، والحكايه دي خلت عذراء تبتكر انواع كتيره جدا من العقاب عشان تذل وتكسر موسى. لكن على الرغم من كل الالم اللي كان بيشوفه موسى، لكنه فضل صامد وعنده امل انه يخلص هو واخوه من ظلم ابوه وعذراء. وده ظهر في محاولات موسى المتكرره انه يبلغ الشرطه وانه يحاول يتواصل مع اي حد ممكن ينقذه الثنائي الظالم. واللي اكد كلام احمد اخو عمه الاستاذ محسن اللي ظهر في احد البرامج وقال نفس الكلام اللي هتسمعوه في الفيديو مع بعض. شعب ايش ولا كوش اتصل على النجم خلي يجون هم بعد يحققون شوفوا الموضوع. بس انا شنو اللي بوقتها انا اعتقد الفكره كلها كانت شنو تخطيطها، انه يا ولا تعال ابنك وقع من الدرج توفى قبل ربع ساعه، راح يجي هذا الاب يشوفه مصدوم ياخذه ويطلع، وين يروح؟ للمستشفى يشيله ويطلع. بعد هي امنت بعد كل شيء ما يصير عليه، لان موقع مال القتل طلع خارج البيت تأمن هي زين. فمن ياخذه ولا يطلع خارج البيت بعد هو يتلبس كلها براسه زين. هذا كان التفكير المخطط مالته، بس الحمد لله وشكر ان هو كل شيء ما سوى بقى يعني مظلوم. اما بقى بالنسبه لسبب ضعف شخصيه السيد ولاء تجاه عذراء بسبب سيطره عذراء على كل شيء يخص ولاء، وقبل ما تسالني معناها انه الكلام ده عم احمد فانا محضر لك الاجابه، اصبر على رزقك. عذراء عملت خطه محكمه علشان تضمن استمرار جوازها من ولاء، والخطه
كانت انها اقنعته يكتب لها البيت باسمها ويحول ليها معظم الفلوس اللي يمتلكها، علشان زوجته ام موسى لو خدت حضانة الاطفال فاكيد هتطلب انه يصرف على الولاد. فلو اقنع المحكمة انه مش معاه فلوس ويدوب عايش على قد مرتبه من الشغل، فزوجته هتستسلم وهتتنازل عن الحضانة. خطة جهنمية بالمعنى الحرفي يا جماعة. عذراء قدرت باسلوبها الشيطاني انها تسيطر على عقل زوجها وتخليه زي الخاتم في صبوعها، وده بيفسر سبب سقوط ولاء على تعذيب موسى، لانه خايف على عذراء تتطلق منه وتاخد كل حاجة بيمتلكها. وده طبعا مش مبرر ابدا. الراجل اللي بيسمح انه يتهاون ويهين اولاده بالشكل ده عشان فلوس فللأسف ما بقاش راجل. ومن ضمن التصريحات اللي قالها الأستاذ محسن هو إن عذراء اعتدت على رجال الشرطة المجتمعية لما استدعوها، بسبب إن موسى قال للشرطة إن زوجة أبوه بتعذبه. عذراء لما رجال الشرطة جم ياخدوها من البيت اتعدت عليهم بالضرب والسب ورفضت إنها تروح معاهم لأي مكان، وتوعدت لموسى قدام رجال الشرطة وقالت له ان العقاب المرة دي هيخليه يندم على اللي عمله. والسؤال هنا يا جماعة، ليه الشرطة المجتمعية سلموا موسى ليها مرة تانية؟ ليه ما حبسوش عذراء بسبب تعذيبها وتعديها على طفل بريء زي موسى؟ الاجابة على السؤال ده محدش يعرفه غير الشرطة العراقية، اللي ممكن تكون سبب في قتل موسى لانهم كانوا متخاذلين لابعد الحدود للاسف. وعلى الرغم من كل الأدلة اللي بتثبت إن عذراء كانت إنسانة عدوانية، لكن ولاء مازال بدافع عنها وقال إنها لم تتعدى على الشرطة المجتمعية. وبالرغم من إن أخوه قال إن عذراء تعدت على رجال الشرطة، وده لأنه واضح في الفيديو اللي هنعرضه على حضراتكم دلوقتي. احكي لي شلون كانت الجثه، شنو اللي شفت ما عدا النمل ما عدا اللي انا دا اشوفه؟ نفس الحطه هاي، كش هاي نفس الحطه، هاي الصوره انا صورتها. هذا السراق اللي بوجهه موجود؟ شنو خانك خانكته؟ زين خانك موجود هاي. زين جسمه كله مضرب، ما مبين لان كان لابس التيشيرت الجوزي الردان ما مبين. اي هسه هاي قدامي الصور، جسمه كله مضرب ازرق. ستي راح احنا حقيقة هذا الطفل ايه؟ انا اقول راح ضحية هي الام. ودلوقتي بعد ما شفتوا وسمعتم كل اللي حصل في القضية، لسه مصدقين ان ولاء بريء من دم ابنه؟ لسه مصممين ان عذراء تاخد عقوبة كام سنة وتطلع تنشر شرها بين الناس، ولا الاعدام هو الحل ليها؟ ولكن النماذج السيئة اللي زيها عاوزكم تقولولي كل اجاباتكم وتصوراتكم لسير القضية في التعليقات. حاجة ناقصة احنا ما قلناهاش اكتبوها لي في التعليقات. واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في حلقة جديدة من حلقاتنا. ولو وصلت معايا لحد هنا فانا بقولك اني بحبك جدا جدا، واتمنى حضرتك تدعمنا في الفيديو ده بلايك وشير واشتراك للقناة. واللايك مهم جدا جدا، ما بيكسبش فلوس لكن بينشر القناة وبينشر القضايا اللي شبه دي، علشان كلنا نكون ايد واحدة ان شاء الله ضد الظلم والظالمين بإذن الله رب العالمين. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.